السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أنيسة كوك. نقول لكم مرحبا بكم مرة أخرى في وصفة جديدة من وصفاتي. اللي جاو أول مرة شافوا قناتي نقول لكم مرحبا بكم تاني تيك. إن شاء الله تكون وصفاتي بحسن ظنكم وحسن اختياركم. كما تشوفوا اليوم درت لكم شتات حار سردين بزاف بزاف بنينة من الوصفات اللي نحبهم بزاف، سخطو اللي يحبوا السردين. هنا راح عندناش مقادير بزاف، راح نبداو في المقادير تاعنا. عندي هنا يا فصين شو كنت مبشرتهم، عندي ملعقة كبيرة طماطم مصبرة، عندي ملح حسب الحاجة، كذلك عندي ملعقة صغيرة قرفة كمون فلفل أسود وكذلك فلفل الأحمر ولا العكري. بالنسبة للتوابل انتما شحال تحبوا، إذا شوية ولا بزاف أنا نحبها شوية تكون فيها مذاق توابل. هنايا عندي نص كاس ماء، كذلك عندي ملعقتين كبار زيت، كذلك هنا عندي سردين كنت غسلته ونقيته ونحيت له كامل هذاك الشوك. راح نبداو في طريقة التحضير تاعنا. في كسرونة راح نحط الزيت هذوك اللي درناهم حوالي ملعقتين كبار زيت، راح نحمص معاهم الثوم. بعد ما الثوم راح يتحمص راح نزيد له طماطم مصبرة، تكون مصفى بزاف بزاف بنينة ولازم نجربوها. بزاف حسب الستونداج اللي درتو في الانستغرام الاغلبية قالوا لي منحبوش السردين، مي تحاولوا كيفاش تاكلوه لانه مليح مليح بزاف للصحة تاعكم ومليح الجسم تاعنا يستحق السردين. هنا راح نضيف طماطم مصبرة. قلت لكم الاغلبية اختاروا انه الاغلبية كانوا 81 بخصون هكذاك ما يحبوش الحوت، اما الباقية راح نضيف كذلك كباقي كمية التوابل اللي ذكرتهم لكم في المقادير وخليهم يتحمسوا مع بعض. قلت لكم الباقية كامل ما يحبوش يحبوه، يعني 41 بخصون هكذاك. أبنا لا عليكم انتما لازم تاكلوا السردين، وانا علاش ندير هادو في الوصفات على الاقل ما تحبوش وصفة تجربوها بهذه الطريقة تولوا تحبوها وتعجبكم. هذا ما كان هو الغاية من القنوات، وهي هذه هي الفايدة من القنوات. ولا هنا راح نمرق بالماء هذاك اللي كمية الماء اللي قلتها لكم، نخليهم هكذا مع بعض حتى تغلي تولي الخليط تاعكم يغلي. هنا راح نضيف الحوت والسردين تاعنا راح نضيفه ونخليه ينخلطوا مع بعض ونخليهم حتى يطيبوا. اخر شيء لما يطيبوا ندير لهم ملعقه خل ابيض ولا خل اللي عندكم. بعد ما تطيب كامل نفرغ فوقها يعني ملعقه خل، اذا ما عندكمش ما ديروش، عندكم الباقي الوصفه تبقى لكم اختياريه. حبيتوا تعصروا فوقها القارص، انا هنا ما نحبش نخسر هذيك الكو تاع الحوت تعرفوا تاع السردين. اي با مالكم الا هكذايا خلوها حتى تشرب لي شويه هذاك المرقه ونقدمها كما انا شتوني في الصحن وحطيتها لكم مع المطلوع. وصفه بزاف بزاف بنينه، اذا عجبتكم الوصفه هكذا ديروا ابوني ولا سابوني في القناه وسبسكرايب ولا اشتراك في القناه هكذا باش يوصلكم كامل الجديد، ولا ديروا هذاك الجرس هذاك باش يوصلكم كامل الفيديوهات اللي نحطهم. واليوم شو متابعيني على الانستغرام يتابعوني على الانستغرام أنيسة كوك، على الفيسبوك أنيسة كوك، وكذلك هذا ما كان. اي بيان سور مطلوع جبتو من عند مرت خويا باسكو لقيته دارته مطلوع، شوفوا المطلوع ديالها كيفاش يجي خفيف هايل. نقول لها يعطيك الصحه، نقول لكم كامل شكرا لكم شفتوا هذا الفيديو، نتلاقاو.